أظن كملنا أو ما كملنا فلك حتكون بأمان، حنكون إحنا مبسوطين باللي عملناه وين ما كنا وإيش ما عم نعمل هلا. إن هي رح ضلها ذكرى، إحنا حنضلنا نفس ما إحنا، بس مش متأكد إذا رح بعد 10 سنين يعني نكمل. موجودة بس مو شرط فيزيكلي. بتخيل إنه إحنا راح نكون كبار وراح زي راح نسوي ريونيون لما نكبر مرة بالسنة، هيك الناس مرة بالسنة. حتى لو ما كملنا راح تكون رسالتنا أصلا وصلت لكتير كتير ناس. It became a part of me خلال هدول السنتين، فراح تكون لسه موجودة يعني معاي للأبد. راح يكون صور وفيديوهات قدام يمكن فرجيهم لحفادنا، بس ما بنكون مخلفين بعدين. أوكي صح. أوكي بعد 10 سنين بعد 10 سنين اتوقع هي رح تدفشنا اذا في اي حد عنده ناحيه موسيقيه، انه هي خلتنا نتعلم عن كل هذا. بتمنى انه هاي ذكرى ما ننساها ولا حد ينساها. بتمنى انه حاضر عندي ممكن نسمع لبعدين ونعمل لك كمان اغنيه جديده عشان نحكي انه فلك لسه موجوده.